10 قتلى على الأقل في صفوف الشرطة الأفغانية أصبحت عليهم البلاد الاثنين في 3 تفجيرات، وقع أحدها في العاصمة كابول واثنان في مدينتين شرق البلاد. تفجير العاصمة نجم عن زراعة قنبلة مغناطيسية في حوض للزهور قرب جامعة وأدى إلى إصابة 3 أشخاص. ولقي 7 من أفراد الشرطة حتفهم في إقليم لوجار الشرقي عندما فجر انتحاري نفسه في مقر للشرطة. وفي إقليم نينكارهار بشرق البلاد قتل 3 من الشرطة في انفجار قنبلة زرعت في عربة. وقال مسؤولون إن حركة طالبان أعلنت المسؤولية عن تفجيرين من 3. وتأتي تفجيرات الاثنين بعد ساعات من نجاة قائد الشرطة الأفغانية من تفجير انتحاري نفذته طالبان، واستهدف المقر الرئيسي للشرطة في العاصمة أثناء اجتماع مع مستشارين أجانب، مما أسفر عن سقوط قتيل من الشرطة و7 مصابين. وصعد الطالبان من هجماتها قبيل انسحاب مقرر للقوات الأجنبية بنهاية العام الجاري، حيث تعتزم تسليم الأمن للسلطات المحلية بعد 13 عاما من الحرب. جيهان لطفي، رويترز.